معاً نتعلم أسماء الأشهر القمرية. المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جماد الأولى، جماد الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. والآن بعد أن سمعتم أسماء الأشهر القمرية، رددوا معي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جماد الأولى، جماد الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. وكل عام وأنتم بخير.